تحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. في هذا الموعد المتجدد مع مباريات الدوري الفرنسي، الليغ ان الذي وصل الى جولته الثالثة عشرة، اللقاء الذي سيدور هنا في البارك دي برانس، المعقل الاسطوري لنادي باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان في مواجهة نادي تروا، فريق يبحث عن تعزيز مكانته في صدارة الدوري الفرنسي. فيراتي في التحضير، لازالت هنا باريسية، ولكن في الصناعة كذلك بارع ليونيل ميسي، وبالتالي وكورت الهدف الأول لتروا، لازالت خطيرة والهدف، نعم والهدف الأول يا الزوار. تروا يسجل مع بداية المباراة، المباغتة تأتي والمفاجأة تأتي، والتسديدة من ماما بالدي. ماما بالدي شباك باريس سان جيرمان في الدقائق الأولى. مشاهدة كرام، الزوار يتقدمون هذه الإعادة، من هناك لدينا كرة ميسي، والكنترول والتحضير والتعادل يضيع، التعادل كان قريب. برنات، هو برنات يعلي الكرة، برنات وبالراس يا ميسي، يا حظك يا ميسي، مرة أخرى ميسي بالراس، يقف خلف الكرة ميسي، ميسي يرفع، ميسي والمتابعة بعد ذلك لحارس المرمى جاي لكونتي. هذا هو كونتي اللي كان وراء الهدف، هو ميسي يرفع في اتجاه مبابي، إمكانية حصر هذه الكرة من المباراة، هو اللي يستحوذ الكرة والباس في العمق، ولكن صدارة والصدارة تلعب بين بنفيكا وباريس سان جيرمان. الإثارة من جانب فريق تروا، تلعب هذه الركنية الرأسية بعد ذلك، ولكن تخرج مباشرة 20 لأنه غاب طويلا عن تتويج منذ أن نيمار دائما يتحرك بقرب ميسي والعرضية، ولكن سال بعد ذلك لحارس نسبة الاستحواذ. هنا موكيلي يرفع الكرة والركنية، مبابي 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 للسلام، ونيمار في التحضير على جهته اليسرى، لكن هنا مكشوفة التمريرة. إذا نموذج ممكن ليفربول أو نابولي، بينما كورته طويلا عن الميادين، تصل الكرة، تمريرة ممتاز، مبابي في الاستلام مستند بعد ذلك، عملية واحد اثنين لم تنجح أمام هذا التكتل الرهيب الذي يفرضه عناصر نادي تروا. سيحتاج بعض الوقت حتى يعود إلى تروا. تلعب الكرة، نيمار، هل يسدد نيمار؟ التسديدة نيمار، مرة جانبية ممتاز، ممتاز يا نيمار، جرب حظه من خارج منطقة الجزاء. هذه الإعادة مجددا، التحضير من مباراة، وإمكانية الثاني، إمكانية الثاني، ضاع الثاني، ضاع الثاني، روني لوبيز البرتغالي كاد يخطف الثاني، ودونا روما في الموعد. شوف الإعادة، يعني كيف تترك مساحات بهذا الشكل، فق المجال على المدافعين، كرة في عمق ممتازة، ممتازة، والتعادل، جول، التعادل باريسي بقدم إسبانيا كارلوس سولير. أحلى باس، أحلى تمريرة، أحلى أسيس، والسولير في الإنهاء، واحد واحد. الباريسيون يعودون، الباريسيون يسجلون عن طريق كارلوس سولير، أحلى كرات، أحلى كرام. هو سجل 113 لكن على مستوى الصناعة، سولير اللي خاد مكان فابيان، كرة في العمق ممتازة، نسخة طبق الأصل في عملية التحضير للقطة التي جاء منها الهدف، لكن هذه المرة لأربعة أندية، لأن هناك مشروع كيوراموس. نقترب من الساعة الأولى، أنا ليدي الركنية، ودونا روما على من رواه تجبر على العودة والتمركز بمقربة من حيرات قصيرة، وبتقارب واضح بين اللاعبي باريس سان جيرمان خلال عملية الضغط. هنا كرة موكيلي، موكيلي، موكيلي في وضعية صعبة، وغايون اليسرى، أودوبير، أودوبير يحاول، أودوبير، وردة فعل رائعة من موكيلي، يفتك الكرة بطريقة رائعة موكيلي هنا مع انطلاقة والسرعة. 42 يعني لونس الآن، تعدل بين 42 ألف متفرج. هنا نيمار وفي صافرة بالفعل، التدخل كان واضح في حق اللاعبي نيمار جونيور الذي تكلم، لاعبي وسط الميدان كما كان الحال مع كارلوس سي. كرة سولير والتمرير الممتازة من نيمار، وتوقع القراءة الممتازة من نيمار، وهنا الخطأ بالفعل، هنا المخالفة بالفعل قريبة جدا من نيمار، التسديدة وجول، غايون، غايون يتحدى نيمار في الكرة الماضية. هنا ميسي يرفع في القائم الأول، لكن كونتي يتقدم، يرفع هذه الكرة، كونتي ودونا روما في الارتداد وفي العودة للتموضع والتغطية لنادي تروا في منطقة الجزاء. مرفوع الكرة، خطيرة، أوه لو لمسها،
أوه لولا مساد ديال الكرة لا يترك مساحات، بينما لدينا كرة هنا في العمق ممتازة، ولكن دائما المراقبة تكون مفروضة على نيشيرو. وفي المواجهات المباشرة هناك تعادل في أن تدخل مبابي. مبابي ماذا سيفعل هنا؟ يفقد التوازن، دخل كيم بيمبي ولا زالت صعبة. ودونا روما على مرتين، دونا روما ينقل باريس سان جيرمان من هدف محقق. أول تصدي قصيرة ممتاز هنا، المرور مبابي، مبابي يدخل، مبابي ونيمار، مبابي ونيمار، ونيمار ومبيمبي. تصل الكرة على الجهة اليسرى، خوان بيرنار، أودوبير يدخل، أودوبير العرضية فيها ممكن تسديد أو جول والهدف. الثاني، الثاني لنادي تروا، الثاني لنادي تروا عن طريق الخطير والماكر ماما بالدي، يعود ليزور الشباك الباريسية مرة أخرى. شوط المباراة الثاني، النتيجة تغيرت، ميسي سدد جول. روعة 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 الهدف يا ميسي، ما أحلى كراتك يا ميسي، ما أحلى أهدافك يا مبدع. إنه الأسطوري ليونيل يقول الباريسي حاضر والباريسي لن يخسر. مباراة وصلت الكرة على الجهة اليمنى، هنا البيلية من الجهة اليسرى، إمكانية التسديد، التسديد والكرة مرة جانبية. التسدويسكا واحد من الأسماء المعول عليه هذا الموسم في وسط الميدان. في بطاقة صفراء، في بطاقة صفراء بورونسو هنا يعيق تقدم كيليان مبابي. الكبار من المنطقة، من كرة سابسة، مليون حكم يعطي الإشارة. هنا نيمار مرفوع الكرة في أخطاء في التموضع، بينما كرة في العمق ممتازة، والثالث 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 يا نيمار، من غير المعقول أن لا تسجل، من غير المعقول أن لا تسجل. إنه نيمار جونيور في كرة ولا أحلى، في كرة تقدم في طبق من ذهب. البرازيلي تحد عنده 10، بينما أمامية وخطيرة، ممتاز وخطيرة، جول لباريس سان جيرمان. محاولة الضغط، ركلة جزاء، ركلة جزاء لفائدة نادي باريس سان جيرمان. نعم، ركلة جزاء لم يتردد. هل تكون أمسية ثلاثي الأمانة؟ مبابي والجول، مبابي والجول الرابع لباريس سان جيرمان. هي ليلة الثلاثي المرعب، ثلاثي الرعب، ثلاثي الرعب. الرأسية لا زالت صعبة، خطيرة، جول. ماسك لتنعيم الشعر من أول مرة، الماسك ده تحفة جدا جدا للشعر، بيخلي الشعر ناعم جدا زي الحرير. استخدميه مرة واحدة بس في الأسبوع، بديل لحمام الكريم وكمان كرياتين طبيعي للشعر. الوصفة دي عبارة عن الزبادي، هناخد معلقة من الزبادي أو على حسب طول وكثافة شعرك، هناخد معلقة من الزبادي أو علبة من الزبادي، وكمان البين، البيضة كاملة لو شعرك ناعم أو دهني، ولو شعرك خشن أو مجعد هناخد صفار البيضة بس، مع معلقة من المايونيز. هنخلطهم كويس جدا مع بعض، هيدينا ميكس تحفة جدا جدا للشعر. الماسك ده هنستخدمه مرة واحدة بس في الأسبوع، هنطبقه على شعر يكون مغسول قبلها ونضيف جدا جدا. هنفرده على الشعر من الجذور للأطراف، وبعد كده هنلبس عليه بونيه بلاستيك، وبعد كده هنغسله بالشامبو بعد نص ساعة، وهنكرر الماسك ده مرة واحدة بس في الأسبوع.